situated at the heart in Expo 2023 Doha, is a global platform to educate and enlighten visitors about human traditions and innovations from all over the globe, are testament to the creativity, ingenuity, and ecological institute, a milestone in uniting the efforts of the global community in favor of the environment. Millions of visitors. كأهلها كريمة هي أرض قطر، رافقنا سدرتنا وأصبحت شاهدة على قصتنا مع الصحراء، الصحراء التي اكتست بالأبراج والجسور والمساحات الخضراء، ولكننا لم ننسى جذورنا المتأصلة في أرضنا التي لا يمكن لها إلا أن تنمو وتترعرع. ازدهرت الصحراء وانتفضت رمالها بإرادة تقودها رؤية، فبدأت بإرساء نظم حماية المساحات الخضراء التي نسعى من خلالها إلى زراعة حديثة مستدامة بتقنين استخدام المياه، وتكاتفنا مع دول العالم الصديقة لمواجهة مخاطر التغير المناخي والإبداع في إيجاد حلول مغايرة تتصدى الحرارة ونقص المياه، والريادة في استضافة الأفكار والعقول
لتبادل المعرفة وصقل الخبرات وتشجيع المبدعين الذين يقودون المسير نحو غد أخضر. ومع كل خطوة تتلاشى فيها حدود المستحيل وتنطلق معها رؤيتنا وأحلامنا، ثم باتت مقولة الصحراء الخضراء بيئة أفضل حقيقة واقعية. وهكذا تبلورت الرؤية وتمثلت في أهداف مدروسة اتحدنا على تنفيذها، وفي إطار نهج متكامل لتحقيق التنمية المستدامة استطعنا تحقيق مبادرات وقفزات متقدمة في مجال الأمن الغذائي العالمي، كما وصلنا الالتزام بمسؤوليتنا تجاه بيئتنا، وبتنا نحقق حلما ونرنو إلى آخر. تلك الرؤية التي رسختها قيادتنا وتكاتفت عليها أمتنا لتتجسد في رؤيتنا الخضراء التي تجمع العالم اليوم تحت أفيائها الوارفة. والآن يجتمع العالم من جديد في الحدث الزراعي الأكبر والأهم إكسبو 2023 لنوحد تحدياتنا المشتركة، ونتطلع بختامه أن نسير نحو غد أخضر. أهلا بكم في إكسبو الدوحة 2023، حيث يمكن للصحراء